اللقاء اللي في الحقيقة كان رائع جدا، لقاء اللي كان فيه إصغاء جميل، راكم كنتوا حاضرين في مجموعة ديال الشباب والشابات من مجموعة ديال الميادين، وكانوا فنانات وفنانين ديال مراكش اللي شرفوني بالحضور، ايضا الاستاذه فاطمه الزهراء فلاحن في الاسئله اللي طرحات، وحتى ايضا الشباب والشابات اللي طرحوا الاسئله ديالهم. كان اصغاء جميل، كان بوح، كان ايضا تحدث على المسار والمحطات اللي يعني عشتها في الخدمة ديالي، في المهنة ديالي، وفي الإبداع ديالي، وأيضا حتى في التدريس وحتى التمدرس، لأنه أيضا كطالبة دائما يعني كان لقاء جميل فرحانة به في الحقيقة. المرأة المغربية في الحقيقة كانت عندها نضالات رائعة جدا، ودائما وكنحيي المناضلات والجمعيات يعني اللي كانوا دائما سباقات إلى أنهم ينخرطوا في مجموعة ديال المهن وفي مجموعة ديال المسؤوليات وأيضا المناصب القيادية، لأنها يعني كتبين بأن المرأة المغربية طموحة وعندها الكلمة ديالها إلى جانب الرجل، فأنها تحقق ذاتها أولا وتخدم الوطن ديالها والمجتمع ديالها بحقوق وواجبات بحال الأخ ديالها الرجل. أعمالي الفنية، كاين مسرحية الآن كنشتغل عليها، وكاين فيلم غادي نشتغل فيه قريبا سينمائي، ونتمنى يعني يعجبكم. زائد الاشتغال ديالي في الشريط الوثائقي، كنخدم على عيالات العسكر. التكوين الأكاديمي مهم، لأن كيعطي التكوين الأكاديمي طبعا كيعطي الأدوات التقنية والأكاديمية والمعرفية وأيضا المهنية والحرفية، لأنك تولي واعي بنقاط القوة ديالك، وكتشتغل حتى بنقاط الضعف ديالك، كتولي ما كتوليش عائق، وإنما كتولي كتستخدمها، وكتولي عندك يعني تقنيات أنك كتردها بوزيتيف. طبعا تكوين مهم، وحتى اللي فاتوا يعني السن تمدروس، كاينين يعني ورشات، كاين محترفات، كاين مدارس بحال يعني أكاديمية علي زوال للمهن الثقافية، اللي كتعطي فرصة ثانية فأنك تحقق أحلامك وتكون أنت حامل لمشروعك وأفكارك وطموحاتك.